السلام عليكم ورحمه الله، مثل الاحوال واش راكم الاحباب؟ نديروا هذا الفيديو مكمله للفيديو الاخرى على ايديولوجيه النفاق هذه تاع مدنيه مش عسكريه، باش نوضح واحد الامر. هذه برك تاع مدنيه مش عسكريه، هنا في امريكان ولا كندا ولا في اوروبا، الدول هذه المتقدمه المتطوره، ما كلمه هذه مدنيه مش عسكريه ما كانش منها، هما الشعب تاعهم عسكري. عسكري كي نقولوا عسكري واش معناتها عسكري؟ معناتها انسان منضبط ملتزم ويحترم القوانين ويطبق في الاوامر تاعو، هذاك هو العسكري. انا كل جول لي زينات تاعهم، ميم في لي زوبيتو، ميم في الادارات، ميم في كلش، عسكر عسكر يطبقوا في القانون. هنا في الجزائر تعطيه 8 سوايع باش يخدم فيهم، يخدم لك 2 سوايع، ورانا في نظام عسكري، نقولوا نظام عسكري. كل نحو حنا نظام عسكري ونديروه نظام مدني، واش يولي هذاك الانسان يخدم؟ يولي يخدم ساعة بكري، عطينا له 8 سوايع يخدم ساعتين، وكانت زعما نظام عسكري، من بعد ولا دوا نظام مدني. أنا على ما أظن يولي ما يخدمش ساعتين في 8 سوايع، واللي يخدم ساعة في 8 سوايع. زيد تطلق الدعوة. حنا لازمنا نظام عسكري قوي باش هذا الشعب ينضبط ويلتزم، يكون ملتزم. روحوا شوفوا شنو هو كازرنة كبيرة. الروس كازرنة كبيرة، كاع منضبطين. كاع يحترموا القانون، كاع. هنا لا مام الكور كندا امريكا، صح تشوفوهم يزهاو يروحوا يشربوا يواسوا اكسيتيرا، هذيك نهار هذيك مره في السمانه، نهار في السمانه يروحوا يديفوليو يفرغوا هذاك، يخرجوا الضغط هذاك اللي كان عندهم تاع الخدمه يفرغوه. هذا ما كان هما تحسب كي يروحوا لي بار، يروحوا يشطحوا يروحوا هكذا ويشربوا ويطلقها اكسيتيرا. علاه؟ لانها ضغوطات تاع الخدمه، لان الخدمه هنايا لا بريسيون. هنايا يقول لك اول حاجه كي تجي تخدم حاجه في لونتروفي هذيك باش يخدمك يدير معك لقاء، واش يقول لك؟ السؤال الاول اللي يطرحه يقول لك تقدر تتحمل الضغوطات؟ اسكو راك كابابل تريزيستي الستريس؟ هذه اول حاجه يقولها لك. ومن بعد يبدا يقول لك فوالا الخدمه على قداه، ويعطيك الاوامر، يقول لك تخدم الساعه هذه للساعه هذه، لا بوز تاعك باش تروبوزي هاي وراه، وقت الغداء ها وراه، اكسيتيرا، والخدمة لازم تكملها ولازم دير هكذا، يعطيك أوامر كأنك في كازيرنا، كازيرنا مدنية، هنا عدلكم، هم جزائريين يخدموا هنا، راهم كي العسكر، يخدموا 8 سوايع وزايد، ماهمش يخدموا ساعتين، في 8 سوايع، لأنه الانضباط، هنا كازيرنات كبار. هنايا كازيرنات كبار، الدول هذه كاع، الشين كازيرنا كبيرة، الصين، الروس كازيرنا كبيرة، أمريكان إكسيتيرا، هما صح تشوفهم يشطحوا ويروحوا ويزهاو ويغنوا إكسيتيرا، هذاك باش يديفولي وبرك، هذا ما كان، ينحوا الضغط هذيك الضغوطات اللي تاع السمانة تاع الخدمة، وكاينة أمور أخرى، هذا باش كنوضحوا برك واش معناتها مدنية مش عسكرية. حنا لازمنا دولة عسكرية باش الشعب ينضبط. هنا الشعب تاعنا كما قلنا باللي فرنسا ورثت لنا امراض بسيكولوجيه سوسيولوجيه، خلت الشعب تايه، الشعب مسكين ملهوف، الشعب هذا الواقع رانا عايشينه. وحنا باش الشعب نرجعوا للطريق لازم الشعب لازم ينضبط، لازمنا نديروا كازينه كبيره هنايا، حنا لازم نروحوا فيها ديريكت، مش ديريكت كما نقول، نروحوا فيها ديريكت. حنا في كل مؤسسه لازم نديروا عسكري، هذا نقولها لكم. الشعب هذا نديرو كازينة كبيرة، حنا في الجزائر، الشعب قاع هذا يولي عسكري، باش ينضبط، كي ينضبط هنايا ممكن تكون عندنا فرصة باش الجزائر تنجح وتطور، لأن الشعب قاع خلاص يحترم القوانين، يحترم الأوامر تاعو، عنده أمورو إكسيتيرا، ما يخرجش على الطريق، منضبط. الكور هذو كما جاش عندهم الانضباط ولا غيوليو في يولوا في غابه، يولوا في متاهه، قلت عنهم هاد القوانين والانضباط اكسيتيرا. الكور هنايا كل ما يصير لهم مشكل يدرسوه،
ويخرجوا له قانون. والله اي حاجه هنايا كورونا جات درسوها خرجوا لها قوانين، لان الدوله هذه مشوا غير بالقوانين والانضباط، انضباط والقوانين والدبوس. الدبوس هي لابوليس، ما تحترمش القانون اكسيتيرا، جو لابوليس عندك يدوك ويلوحوك في الحبس. عندهم الدبوس هنايا. حنا لازمنا حنايا هما صح متطورين والشعب توعى وفهم هذه الامور وعلى باله بلي راه في صالحه الانضباط، وعلى باله راه في صالح الوطن نتاعو. حنا الشعب تاعنا مازال ما فهمش بلي هذا راه في صالح الوطن نتاعو. عنها شغل رد بلي لابوليس هاي تحقر فيه، الجندرم تحقر فيه، والجيش يحقر فيه. وصارت هذه رانا نحكوا بكري من السبعينات، وصارت كراهيه اكسيتيرا. السبعينات كانت صافا، الثمانينات لما دخلوا جماعه هذيك تاع بولاحيه اكسيتيرا، ولاو يقولوا للشعب هذا جدارميه ولا بوليس اكسيتيرا، هما اللي راهم كرهونا في لابوليس والجدارميه، هما اللي زادوا الضغوطات هذيك وكبروها بزاف. علاه؟ باش يخلقوا تفرقه. هما شاركوا بهذه الطريقه، شاركوا في هذه الامور في التحطيم. الشعب الجزائري شاركوا ما بناوش، ونهضروا الواقع. انا يحبوا يتلاقاو يقتلوني ولا يديروا شعبوا، نهضر الواقع انا يعني. نهضر الواقع والسرى. المهم نكملوا الحكايه. حنا لازمنا الانضباط، حنا لازمنا ترجع الثقه هذيك. والجيش انا نلاحظ فيها هنايا، الجيش الجزائري والدوله تاعنا انا نلاحظ فيها باينه، وين يديروا بار اكزومبل تدشين، ولا يحلوا بار اكزومبل ايكول، ولا يديروا هكذا، تلقى عسكري مع سيفيل. علاه هذا راهم يديروا فيها؟ باش يرجعوا الثقه يا دين الله، افهموها. ماشي واحد البغوله كيما هذاك عبود هشام كيجي يقولك شوف روحوا يفتحوا ايكول يجيبوا عسكري، باسكو مش فاهم هذاك. هذاك من الناس تاع السابوطاج، باسكو شايف باللي حاجه فيها فايده. نو، هو لازم يسابوطيها، يدير الكونترير، يردهم باللي اغبياء وحمير، يردهم باللي فوالا مش فاهمين. هي نو، الهدف تاعها رجعوا الثقه هذيك اللي فقدناها بين الجيش والعسكري، باش نقدروا نبنوا كازيرنا كبيره للدوله الجزائريه، باش الشعب هذا ينضبط ويخدم بلاده. راني نهضر في الواقع، ماشي كلمه كازيرنا عيب. كازيرنا لازمنا كازيرنا باش الناس قاعد كل واحد يتحط في بلاصتو، كل واحد يكون في بلاصتو معدول، ماشي مطلوقه، كل واحد هايمه ومطلوقه. السلام عليكم ورحمه الله.